الشمعة ارتدت من أي خط؟ يا الله، ارتدت من قاع 2011 قريب 18.65. سجل السهم في شهر 6 18.5 وانحرف خارج القناة الهابطة، وكل همنا الآن في أنابيب يرجع داخل القناة. وما شاء الله طلت الشمعة برأسها فوق 20.5 يوم الخميس ودخل داخل القناة، وهذا ما نتمناه على أقل تقدير يصير على الشهري. أما أحلى شيء يصير 5 نجوم إنه يرتد أنابيب السعودي فيقتحم 23 متوسط 150 ومنطقة 61 فيه. يعني نحن بصراحة ما إننا عارفين هل حنخترقها في 8 نختبرها أو نختبرها اليومين الأسبوع ده. من أهم مقاومات أنابيب السعودية الرئيسية كشارت هي منطقة 22.10 إلى مناطق 22.65 إلى منطقة 23 ريال. يعني أنت عندك هذا المحور حيكون من أقوى المقاومات في حالة عودة أنابيب السعودي داخل القناة. شوفوا السهم صح، خلونا نشوف كم صحح تقريبا. والله كان قاب قوسين أو أدنى من 78 فيبو قريب 17.66 ومنطقة 18 ريال ارتد من 18.5. شوفوا المحور اللي حاطط عليه دائرة لامسه وارتد منه. والله هذا الدائرة رسمها من زمان، أنا لما كسر القناة قلت كشف الدائرة دي، هو ارتد من حدود الدائرة الهدف، يعني ارتد من أول هدف القاع اللي هو قريب 18.65. خلاص انت الآن يهمك ما ينزل عن 20.5 ويبدأ أنابيب يتفاعل مع السوق يتقدم نحو 22.10 إلى 23. لو بدأ يعديها أنابيب يا سلام، كشف قاع نوفمبر 23.70 هنا الكلام الكبير. لو عد 23.70 أتخيلوا مثلا طلعت شمعة اقتحمت المنطقة دي، معناه تعرف وش حيسوي أنابيب؟ حيبدأ يبحث عن 38 فيب وخط الترند عند 28 28 30. وهذه زي موضوع الصناعات الكهربائية، كيف قلنا مفترق حيكون هذا مفترق. بس نحن عشان نوصل هناك يا شباب لازم نخرج من هنا. هذول المتوسطات المكسورة هتبقى الله يقطع شياطينهم، يعني ممكن تتعبكم أثناء الحركة اليومية خلال تداولات الشهر. دائما الإغلاقات الشهرية فوقها هي اللي تعطي للشهر اللي بعده تفاؤل بأنه السهم ما راح يطول في الحركة. أما لو قفلته تحتها شهريا طول فترة الجلسة أثناء الشهر كل ما يقرب منها السهم حتقعد حتكون مقاومات الكل يترقبها بشغف إنه يعديها السهم. وأنا شايف إنه سبحان الله يعني هذا المحور 23 23 70 حيكون محطة قوية إذا عديناها كشفنا 25 20 مطب ثم مناطق 28 28 30. هذا أجمل هدف ممكن يروح له أنابيب في موجة ارتدادية مجزية. المهم عددي أول الله يتمم لك بخير. بس طبعا التداول تحت 20.5 والإغلاقات دونها مشكلة، تبقى دائما في المنطقة الضعيفة. شوفوا هذا 20.25 خط عرضي كان قاع من قيعان 2011 وهذا قاع في عام 2012. شوفوا كلها قيعان سابق 20.70 يذكرني بالبابطين، كلها مناطق قيعان ارتد منها تاريخيا السهم. الآن هو تحت عند 20.70 عنده مطب بكرة 21.15. إذا اخترق 21.15 كشف 22.10.